عدد المشاهير كبير وانتشارهم أكبر، ولكن قلة هم المؤثرين. فيحان ما شاء الله تأثيره على الأطفال مختلف تماماً، والبعض بيعتبره المثل الأعلى. بدكم تشوفوا كيف كان اللقاء بين فيحان والأطفال، تابعونا بهالتقرير. قطار قطار قطار. واحد اثنين ابتسم. يلا صفقوا. ها فيحان تعال كل يوم عندنا. ابشروا من عيون، انا كل يوم عندكم باذن الله. الله يحفظكم ان شاء الله. انا مين؟ قرب الماي. فيحان. فيحان تتابع كثير اليوتيوب؟ ايه. تتابع كثير بالجوال؟ ايه. تتابع على فيحان على طول؟ ايه. انا حلو. مين اللي حلو؟ انا حلو. مع السلامه. ها واحد اثنين ثلاثه ابتسموا يلا. ها باي باي. ارفعوا يدكم فوق، شوفوا فوق. الأطفال إذا حبوك خلاص ما بعد أحب، فللأمانة شيء جميل وبنفس الوقت شيء يثلج الصدر إنه الأطفال كلهم يحبونك. يمكن وصل مرحلة الحب إن أكثر من أبوهم والأمهم، فهذه فرصة كبيرة بالنسبة لي وجت من الله، فنستغل هالمحبة بزرع القيم فيهم والمبادئ ونعلمهم الأخلاقيات، أخلاقيات الإسلام. الله يحفظهم إن شاء الله. لما يتابعني شريحة كبيرة من الأطفال أكيد أني أحرص على أني أنزل محتوى يليق للأطفال اللي على الأخلاقيات، الطهر، إيش يسوي في البيت إذا راح المدرسة، من هالرسائل. للأمانة حريص على الجيل النشئ ذولا، جيل الأطفال، أنك تزرع فيهم القيم والأخلاقيات. الشباب يعني متعودين لهم محتوى ثاني، لكن الأطفال لما يتعلمون منك وشيء أجر عند الله، الشيء الثاني أنت تعدل من سلوكياته، مثلا عنده سلوك خاطئ في البيت وأنت تجي تصحح له، فهذا شيء جميل بالنسبة لي. يعني مثلا لما الطفلة هذه حافظة منك أذكار الصباح، أذكار المساء، دعاء الأكل، دعاء بعد الأكل، شيء جميل. يعني لما أسأل أنا أحد الأطفال أقول أنت منين متعلم أذكار الصباح؟ ما يقول لي من المدرسة، يقول لي من فيحان. شيء يدعو للفخر صراحة. الوقت الحالي يعني يعتبر أكثر الأطفال ترى توجههم كلهم على الجوالات والسوشيال ميديا، يعني اليوتيوب مليء بالمحتويات، فشوف فيه قلة أنهم يعني يهذبون أخلاقيات الطفل ويعلمون الطفل السلوك الصحيح. إن شاء الله في المستقبل أقرر أني أفتح مدرسة يعني تربوية تعلم الطفل، لأن الأطفال جالسين يأخذون أكثر منه، يعني عشان ما حد يزعل عنهم أكثر من المدرسة. والله مبسوط كأني أب لهم، على أني ما أنا متزوج ولكن كأني أب، يعني توني أنا صغير ترى، حسيت بإحساس الأبوة. يعني الأطفال ينادوني فيحان 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 فيحان، يعني حسيت أني شيء كبير بالنسبة لهم. اللهم لك الحمد. ومثل ما قلت لك بداية الكلام، ما في أصدق من شعور الطفل. الطفل إذا حب فحب. تلعبون؟ الله يحفظهم. ما في أجمل من مشاعر الأطفال، دايماً بتكون صادقة وعفوية. واليوم رصدنا هيدا الحب الكبير لفيحان من خلال كاميرتنا بالصوت والصورة. كانت معكم أسماء الأسعد.